وضمن خطة الاستعدادات لزيارة شهر محرم، أجرى النائب محمد كريم البلداوي ونائب المحافظ مفيد منعم البلداوي جولة للاطلاع على مجريات تأهيل عدد من طرق قضاء بلد قبل بدء توافد زوار عاشوراء. حسب توجيهات السيد محافظ صلاح الدين الأستاذ بدر فحل، أكون هناك جولات إدارية متابعة المشاريع المستمرة في كل محافظة صلاح الدين. اليوم كان لدينا زيارة برفقة النائب المهندس محمد كريم البلداوي عضو مجلس الشورى العراقي لتأهيل وتطوير شارع المواكب الحسينية في قضاء بلد ضمن صندوق دعم الاستقرار. وطبعا هناك بصراحة شكر وتقدير من أصحاب المواكب الحسينية للسيد محافظ، واليوم احنا متواجدين من أجل متابعة هذا المشروع. ولدينا جولة ميدانية يوم أمس برفقة السيد محافظ صلاح الدين إلى قضائي الدجيل وبلد منطقة السيد غريب وناحية تثرب، وهذا يدل على تنفيذ البرنامج الحكومي للسيد محافظ صلاح الدين لمدة 100 يوم، واحنا إن شاء الله مستمرين لهذا البرنامج. نشكر الأستاذ مفيد على هذه الخدمة للشارع شوارع المواكب الحسينية في بلد، نشكر الحكومة المحلية. هو خدمة للمواطنين وبالأخص هي خدمة للمواكب الحسينية. قبل شلون كانت الشوارع؟ كانت الشوارع كلها محفرة وتقف فيها مايات، شغلة يعني تعبانة فد مرة. فنشكر الأستاذ مفيد ونشكر الحكومة المحلية على هذه الخدمة وعلى هاي الشوارع اللي تخدم المواكب الحسينية. نشاهد حملة كبيرة من الأعمار في قضاء بلد وبالتحديد في الشوارع المواكب الحسينية. هاي الشوارع هي من أهم الشوارع لاستقبال المواكب الحسينية والمعزين، بالتحديد من أهم الشوارع. اليوم الشوارع حتبدي هي أول شيء برفع النفايات، ومن بعدها تم المباشرة بعملية الإكساء، وإن شاء الله في الأيام المقبلة خلال اليومين المقبلين إكمال هذه الشوارع والبدء بصبغ الأرصفة.